احنا مؤسسين جفننا يا بنات باللي هو كونسيلر صح، او بالفاونديشن اللي هو تعتبر مادة كريمية صح، اللي لسه مبتدئ او ما تعرف. بعد الكونسيلر طبطبي باي لون يكون زي كذا يا بنات، ديك عادي بودرة العادية تمام، جيبيها وحطيها على، انت الحين حاطة هنا كونسيلر، فوق الكونسيلر طبطبي بالبودرة كذا، ثبتي الوان الاضاءة هذه تمام، حطيه في مقدمة العين اللي هو هنا عند البوزة بس كذا، حتشوفه مو مطلوب الآن ولا شيء يا بنات تمام. وين أحطه؟ بعد هنا شايفين، بس هنا شوفوا كيف، يعني كأني إيش قاعدة أحط كذا وأسحب، أحط وأسحب، مو متطلب إلى الآن ولا احترافية. خلاص إحنا اليوم إيش درسنا اللي هو كيف أدمج بطريقة مرة سهلة. لاحظوا كيف اللي أنا أشتغل عليه أو كيف طريقتي، بس أحط كذا وأسحب في الفرشة. أخذ الآن أصفر، شوفوا كيف أخذ الأصفر وين أجي جنب الخط اللي أنا سويته، رصي أنا ما غيرتها. ليه؟ لأني أنا قاعدة أتنقل من ألوان أفتح الأغمق، فما له داعي أنك تغير الفرشة. شايفين؟ راح أخليه هنا. تقدري تاخذي بني، تقدري تاخذي أي لون. كيف أنا الحين سويت؟ مجرد رصيت الألوان رصة، ما سويت ولا شيء، ما في احترافية يعني. أخذ منه وش أسوي؟ أدمج بين الخط بالضبط اللي هو بين اللونين كذا، حركة دائرية. شايفين؟ هذا مثلا برتقالي، أنا من هنا ماخذة برتقالي صح، فأرجع أخذ اللون البرتقالي نفسه اللي أنا اشتغلت فيه تمام، اللي هو هذا. خلاص وإيش أسوي؟ أمشي هنا بنات، حساباتي كلها موجودة في نفس الصفحة، ورد الفاصل للون الغامق. بعدين راح أنظف الفرشة شوي لأني بنتقل اللون ثاني اللي هو إيش، اللون الفاتح، فما أبغى يطلع معايا هناك برتقالي تمام، هو نفسه برتقالي بس هذا شوي أوضح تمام. برجع مرة ثانية عشان شوفوا كيف يبان، هذا أوضح. شوفوا مع أن هذا البلت يعني مو ماركة يعني. برجع هنا الآن أدمج، راح أخذ نفس اللون اللي هو هذا خلاص، وأبدأ إيش أسوي؟ أدمج هنا. أنا مو حابة كذا المكان يكون شكله، فلازم أقعد وراه لما تماما يصير خلاص مو باين يعني. البنات مو راضيين يعطوني إجازة الله يهديهم. خلاص شوفوا الآن الباقي في الفرشة نفسه، بس قاعدة أمشي على الأطراف أساس إيش تتنظف معي الأطراف ويصير نفس الوقت لونها شوية غامق. بنات يعلي قمر 2004، يا بعد عمري أتش أحبك أموت فيك أنا، الله يسعدها يا رب. خلاص يا بنات أخذت الآن بالآي شادو الأسود، بسوي بس هنا شفتوا، اللون اللي هو البرتقالي خلاص اللي هو هذا يا بنات، هذا ممكن ما أتكى من هذا. حطيت يا عمري في البداية إضاءة، راح أنزله يا بنات عندي اللوك لا تخافوا. حطيت إضاءة أول شيء فضية، بعدين إضاءة ذهبية، بعدين حطيت بالخطوط خط كذا أصفر، خط برتقالي، خط أحمر. أو باخذ الآن تكة أسود تمام، وأحط بس تحت خط رموش، يعرف من سوء الخميس يروح. حسيت أني قاعدة أسألها لوحدة ضايعة. بنجيبها من المواقع يا قلبي، قايلة لكم أنا مواقع موجودة في المواقع اللي عندكم، اكتبي في جوجل تطلع لكم المواقع يا بنات. لدائما زيت شو، اي زيت، اي زيت، انا اللي عندي عادي زيت.